ألو مدام سافيتا، أنا جيريش. أهلا وسهلا فيك. مازن طلع، بتحب خبره شي؟ يا مدام أنا بدي أحكي معك مو مع مازن، والموضوع ضروري. عم بسمعك. شرفاني، ما أنا مستعدة تتخلى عن الولد، ومقضية وقتها عم تبكي دائما، وما فيني أتحمل شوفها هيك. بالآخر أنا بضل أبوها، وما في حدا بيقدر يفهم على وجعها غيري أنا. هي بنتي يا مدام سافيتا، ومن حقي إني فكر بمستقبلها. كلامك مظبوط، بس صدقني أنا ما بعرف ليش عم بتقلي هالحكي هلأ. نحن فقدنا شخص عزيز علينا وما عاد يرجع لحتى يحل هالمشكلة. هاد مفهوم. كل القصة إنه بعد ما حكيت كتير مع شرفاني بهذا الموضوع الحساس، استنتجنا إنه هي بدها تحافظ على الولد، لهيك هي بحاجة لرجال، ولهيك اتصلت فيك. ما فهمت شو قصدك. رح فهمك يا مدام. أنا بعد قصة طلاق مازن يلي صارت، حسيت إنه الشغلة إجت بوقتها، لأنه أنا بحبه وبحترمه كتير، وهو شخص مناسب كتير لبنتي تحديدا، وهو هلأ رح يطلق فبيقدر يتزوجها. بعرف أنا فاجأتك بهي الشغلة، بس أنا ما عم اضغط على حدا، وبعتقد إنه حكي ما نوع عيب. بالأخير هو أخ ساشين وزوج مناسب لشرفاني. مكرر مدام، أنا ماني حابب اضغط عليك أبدا. أنا عم اقترح، وبالآخر القرار عندكم أنتم. مازن، بدي أحكي معك. عود. عود. الأستاذ جيريش اتصل فيني، قال إنه بنته شرفاني ما أنا حابة إنها تجهض أبداً، دائما عم تبكي وما عم تسمع حدا. هي قررت انه تخلي الولد وما تنزله، وحسب ما قال لي انه هو عم بيدور على حدا يقبل بشرفاني وهي بهالوضع، يعني رح يزوجها. ولهيك كان عم يقترح انه اذا مازن بيقبل يتزوج شرفاني هو رح يكون مرتاح كتير. شو انت جنيتي وليه؟ شبك هذا حل يعني؟ كيف الاستاذ جيريش بيفكر بهالطريقة؟ مازن وشرفاني؟ لا لا لا، هذا الشيء مو ممكن ابدا. وشو يلي بيمنع؟ بدي افهم ليش معترض وشو مشكلتك بالضبط؟ سافيتا، لا تنسى انه ساشين اخو لمازن، ومن واجب مازن يتحمل مسؤولية ابن اخوه، وانا ماني شايفة اي غلط بهالموضوع، لهيك انت لازم تفكر قبل ما تحكي. هالواجبات والمسؤوليات هي اللي دمرته، حرام عليك يضل هيك طول حياته. بعدين هذا مو ذنبه، ليش ليتحمله؟ كل الناس الغريبة بدها ترمي بلاها علينا. شرفاني مانا غريبة عن عائلتنا. صح شرفاني مو غريبة، بس هي الشغلة ما بتزبط ابدا. سافيتا، حاولي تفهم القصة شوي، شو ممكن تكون نتيجة العلاقة اللي رح تنبني بهي الطريقة؟ بهي المساومة لا مازن ولا شرفاني رح يرتاحوا، نحنا هيك منكون عم نعقدها أكتر. الزمن كفيل إنه يحل كل شيء والأمور بتتصلح، يعني هالجرح رح يطيب والكل بيقدروا ينسوا الماضي بعدين. كل هالحكي ما عبى راسي، كل اللي بعرفه هلأ إنه زواج مازن من شرفاني شيء مستحيل وما ممكن يصير. مازن رجال متجوز، ومرته اسمها جانا وهو بيحبها، وهي بدها تضل مرته طول العمر. جانا ومازن اتطلقوا ومشي الحال، مازن طلعها من حياته وما عاد بده إياها أبداً. أنت شلون بتتخيل إنه ممكن يرجعوا يرتبطوا؟ سافيتا، أنت إمتى رح تفهمي على مازن وتفهمي مشاعره؟ عم قلك الزلمة بيحب مرته ومستحيل يتركها. أصلاً هي مشكلتك، أنت ما بتفهمي الحب وبحياتك ما رح تفهمي. أنت هيك بدك تدمري حياته لمازن، وأنا ما بسمح لك أبداً. وشرفاني، يعني هي معلش تدمر حياتها مو هيك؟ مستقبل البنت مسؤوليتنا ولازم نفكر فيه.
أنا مستعد إني أتحمل مسؤوليتها ومسؤولية ابنها، وما رح خلي مازن يضحي بمستقبله مشان هيك شغلة. أنا موافق إني أتجوز شرفاني. كنت بعرف ما رح تخيبني. أنا دائما بفتخر فيك يا حبيبي، أنت عن جد رجال. أخي، هاي سمعت بإذنك، مازن قرر إنه يتزوج شرفاني. مازن، شو؟ أنا قررت يا بابا. مازن، اصحى، اطلع بعيوني لشوفه. قول بدك تتزوجها ولا لا؟ أنا بعرف إنك ما بتحسن تقول هالشي هاد أبداً. أنت بتحب جانا كتير وما بتقدر تنساها أبداً. ليش لهلأ ما عم تطلع بعيوني؟ طيب قلي من قلبك هلا، قلي انه بدك تتزوج شرفاني يا مازن. بابا، انا بدي اتزوج شرفاني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.